رحي موقفك شخصية صارت مهزوزة شوية، عباس ولا إيهاب؟ خلصي الموضوع اليوم وركزي في هدفك. اللقب هو هدفي. طيب جزائر خوا، ما تخليناش نخسروا بعض بسبب تمثيلة الحب اللي لعبها على إيهاب، وإحنا عارفين تبغي عباس. للأسف كاش هاد العفسة، إيهاب نحبه بزاف بزاف بزاف، وقبل كلش يعني قبل ما نفوت هنا الأكاديمية هو بخوش ليا، وبالأخير هذه حاجة تخصني. سهيلة يا رب ترجعي مثل قبل، لا تبقي في حد، انتبهي على نفسك وركزي بدروسك. أوكي ميرسي. مين أميرتي؟ ما ميرسي سهيلة يا وردة الأكاديمية، أنا بطلب ايدك يا أميرة قلبي تقبلي، وعاوزكم تغني كلكم أغنية سي لافي. يلا اون با سي مي اون با دانسي وسي لافي لا 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 اون با سي مي اون با دانسي وسي لافي لا لا لا. ميرسي شريف. واش كاين؟ كيفينا كيفينا سهيلة، كاين بزاف ناس اغتنموا الفرصة وفسروا علاقتك بإيهاب استغلال لصالحك، فسري واش صار بينك وعباس وحبي إيهاب. إيهاب أكيد نحبه بلا أي حاجة. وشو نفسر؟ وش نفسر؟ فسروا لي أنتم، ما باش نفسر لكم أنا، وما كاين حتى حاجة، سوء تفاهم وعادي الناس يتضاربوا ويرجعوا، كل شيء يرجع، كل شيء يفوت والجاج يموت. صحيح. نانا لا احلام سهيله رقه واحساس، انت فرشت الاكاديميه. لا شو بتعرفي فرش الاكاديميه. بتمنى ترجعي انت وعباس مثل ما كنتوا، رجاء وايهاب راح يتفهم حبكم. ما في ولا شيء من هذا الكلام اللي عم تحكوا عليه، وكل شيء راح يرجع مثل ما كان قبل. نانا سهيلة انت زعلانة من عباس ليه؟ هو بيحبك بزاف ناس، مش حتى ايهاب عارف هذا الشيء. هم جابوا سيرتي دلوقتي قالوا اما فاتن ما حكيناش في هذا الموضوع ابدا، واذا حكينا في هذا الموضوع ممكن تقولوا لي عليه. ميرسي نانا، شو مغربيه وافتخر. سهيلة بلا ما تكذبي انت تحبي عباس وحكيتيها لفاتن، فبلاش لعب اطفال صغار، خلي ايهاب يركز في مستقبله. ما كانش اكثر وحده بتحكي لايهاب على مصلحته، والدليل اني كل يوم نضرب مع مصلحته، حبيته اركز وحبيته يوصل لانه يستاهل، وحبيت اللقب يكون مغاربي هذا السنه لانه المغرب العربي جاء وحضر بقوه، والناس هاي شايفه مشي انا اللي نحكي. اما انا ما بيهمني ولا حدا حاليا، همني يعني شويه تخلبطت بالاول، لكن حاليا انا مهتمه باللقب. اوكي مغربية أنت خير، ميرسي مغربية. سكينة عندنا. سكينة مبروك. سهيلة اسمها سكينة، اسمها هي سكينة. سكينة مبروك. ما تسمعيش للناس اللي كي يقولوا خايب عباس، هو شخص محترم، كنتمنى تصلحوا تكونوا بثلاثة أصحاب مع إيهاب بيان سور. سهيلة بس في اطلب منك طلب، فيك توضحي الامور هلا؟ انا ما بتحكي شيء انا، لانه في عالم عم تنزعج، في عالم عم تزعل، في ايهاب يعني ما عم ايهاب اليوم تحنطي. اليوم كنا نحكي في المسرح، وش قلت لك على عباس؟ ما قلت لكش باللي يحبك؟ كيف 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 الكل يفهم؟ قلت له باللي عباس يحبك، واذا بذاعوا هذا الشيء اكيد الناس على بالهم. انا المهم ما بيهمني ولا حدا هون، يعني انت دلوقتي ما تحبيش حد؟ مش قصدي نحبهم كامل ونكرههم، لكن انا نقول واحد الكلمه اقرب انا انا كنبغيك كل شيء، وما كنتكلمش ما كنتكلمش ورا ظهر بنادم، وكنبغي انسان واخا يدير فيا اللي دار، انا قلبي بيض، فهمتي؟ قلبي بيض وما غنتقلقش من حتى واحد. إيهاب اكيد قريب عليه، لخاطر الوحيد اللي يفهم عليا، وعادي الناس يفهموها غلط عادي. استنى اكيد احنا ديزاني، وما فهمتش انا علاش هادشي كامل. إيهاب قريب ليا ويفهمني، ونحكي له كل اسراري وعلى باله بكل حاجه، ومتفهمني بزاف، ويحب يلعب معايا. واكثر حاجه نحبها في الانسان اللي يحب يفرح ويلعب، لخاطر انا على طول يعني
متقلقه ونحب الانسان اللي يضحكني. وميرسي سوكا. سكينه سهيلة أعترف أنك ممثلة رائعة وأن موهبة التمثيل لديك تفوق بكثير موهبة الصوت. سنتعاقد معك على بعض الأفلام. ميرسي أحمد جوهري. لا نعرف المثل نعرف المثل تمثيل وتلعب. ميمي مانو. سهيلة احنا نحبوك ياسر نحبوك ياسر. شرفتنا انت وانيس. نتمنى تكملوا هكا وتصالحي عباس. اهدي له اغنيه بحبك انا كثير. ميرسي ميمو. ميمي مانو ميمي مانو. ايه جو تقعدوا في بلاستي احسن. ناصر الكويت. سهيله يعني خف الدم وضحكه وقوه شخصيه وذكاء وثقه في النفس موهبه يعني الحب كله. ميرسي ناصر ثانك يو سو ماتش. شو فوفي. لازم تعرف الأكاديمية الغناء لا للعشق والحب ولعب الأطفال خسارة. نزلتي من نظري. سلام لأحلى جزائري أنيس. أنا نلعب نحب نبسط نحب نلعب لكن ما قصديش أني نتلعب مشاعر ناس ومش مش جابرة الناس تحبني أو جابرة الناس توقع في غرامي. سهيلة هذه سهيلة ولهذا السبب حبوها. Thank you so much.